الناس بتعرف ان في برامج بتهمها وبتدعمها وبتدعم المجتمع، دمور بيبقى فيه definitely positive طبعا. contribution، ودمور الناس بتبقى حابة انها تخش في البرامج دي، وده شيء مهم جدا ان الشركات تكسر كمان الحاجز اللي بيكون ما بين الشركة وما بين الجمهور. انا عايزة بقى اخد من كلامك واعمل تيست دلوقتي حالا، مين من الضيوف اللي منوريننا هنا في الاستوديو يعرف مثلا انه في فرصة انه يروح يتدرب في مبادرة تبع بنك؟ حد يعرف حاجة شبه كده؟ اللي هي كذا حد اعرفه يعني دخل المدارس دي وطلع منها، وكان نصحني يعني ان انا يعني اجرب حاجه منهم يعني، او زي ورشه منهم يعني. يمكن انت تقصدي تدريب مهني في الصيف مثلا او حاجه تشبه كده. استاذ وليد، احنا دايما بندور في البرنامج على مستقبل الاشياء، ومن ضمن الحاجات اللي حصل فيها طفره حقيقيه نظم الدفع. احنا النهارده معانا القطاع المصرفي او كله، لكن نظم الدفع اللي فاليو بتوفرها، بعض الناس هيقول لك دي الناس اللي بتاخد فلوس، بياخدوا مننا فلوس كتير جدا. ايه اللي التقنيات او الخدمات الكبيره المهمه دي بتقدمه كمان للمجتمع، قد يكون بشكل مباشر او غير مباشر، بس احنا اكيد في حاجه ما نعرفهاش. طيب اكيد طبعا، هو بالنسبه للشكل المباشر احنا جزء من مجموعه كبيره اللي هي مجموعه ماليه ارمس، واحنا عندنا فاونديشن متخصصه للسي اس ار بالثري بيلرز بتوعه بالظبط، وبتعمل كل حاجه بتتعمل سواء صحه او اعاده تاهيل او بتاخد كره كامله في الصعيد وبتطورها فروم اي تو زي. فاحنا مهتمين قوي نبقى كمان ريسبونسبل براند. يعني ايه ريسبونسبل براند؟ لان هي دي او يعني شركه مسؤوله، شركه مسؤوله. ادائها في السوق بيعبر عن مسؤوليه. نعملها ازاي؟ فبنقول دايما ان احنا عايزين نوفر للعملاء بتوعنا حاجات مش طبيعي تكون متوفره في الشركات الشبيهه لينا، عشان لما العميل النهارده يقرر وسط المنافسه انه عايز يشتغل مع حد، هيبقى عايز يشتغل مع حد قريب ليه، حد بيساعده. فبدانا نعمل حاجات مختلفه. اول حاجه مثلا بنعملها ان احنا مهتمين بتمكين الشباب، فقررنا ان احنا يبقى عندنا نموذج اعمال بيخاطب طلبه الجامعه. فحضرتك النهارده طلبه الجامعه يقدروا يحصلوا على قروض مثلا صغيره جدا. الهدف منها هنا الحقيقه ان انا اوصله للفاينانشال انكلوجن بدري قوي، ابدا ابني له كريدت سكور بدري قوي. يعني انا عايزك تدخل معايا جوه المنظومه دي، لما تيجي تتزنق في فلوس ما تستلفش من الراجل اللي بيضحك عليك ده، لكن يبقى عندك مسار قانوني وشرعي لانك تستلف فلوس تعمل بيها، يبقى عندك تصنيف ائتماني يسمح لك تتعامل مع البنوك بمجرد تخرجك. الحاجه الثانيه اللي بنعملها ان احنا بنيجي في الاوقات معينه في السنه ونبقى عارفين حجم الضغط على الاسره المصريه في مصاريف المدارس مثلا. فاحنا مصاريف المدارس عندنا عليها دايما 50% من قيمه الفوائد اللي بناخدها في العادي، لان احنا كدعم للناس في التعليم بنقدر ندي حصص او اموال اكبر للتعليم. يعني ممكن حضرتك تطلبي مني حاجه فاقول لك انا مثلا الليمت ده 20,000 جنيه او لحد 120,000 جنيه، ولكن لو حاجه هتحتاجيه في التعليم انا هقدر ارفعه ل 50,000، هقدر ابسط المدفوعات بتاعته، هقدر اغير شكل المدفوعه دي. بنيجي مثلا في دخول المدارس بنحاول ان احنا نعمل عروض على مستلزمات الدراسه، الشنط او الاوحده الدراسيه. في الاعياد بنحاول نعمل عروض على الملابس. فبنحاول دايما يبقى العميل شايف ان في كذا شركه في السوق، بس في شركه بتقف جنبي في الاوقات اللي انا عارف ان هي صعبه او كده.